قبل بقى ما نروح لفقراتنا يا نرمين، عايزه احذر كل الامهات من خطر السوشيال ميديا على اولادهم. طبعا احنا بنتكلم في الموضوع ده كتير. في خبر قريته عن طفل عربي عنده 11 سنه بس شنق نفسه بسلك التليفون. تفتكري عشان ايه؟ سوشيال ميديا. لا، عشان كان سوشيال ميديا بس، عشان كان عامل فيديوهات على اليوتيوب وما جالوش ولا لايك ولا كومنت ولا حاجه. تخيلي طفل يخسر حياته وهو عنده 11 سنة علشان ما جالوش لايك او كومنت على فيديو كان حطه على السوشيال ميديا. شفتي وصلنا موضوع الحقيقة خطير جدا جدا جدا. المشكلة ان تحقيقات النيابة كشفت ان الطفل ده كان عنده هوس او مصاب بهوس الشهرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بقى فيسبوك، انستجرام، يوتيوب، الحاجات دي. عمل ثلاث فيديوهات زي ما نور قالت، ما جالوش اي لايكات خالص. عمل ايه؟ انتحر، شنق نفسه بسلك التليفون. طريقة مخيفة جدا. أرجوكم 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 يا أمهات يا أبهات، خلي بالكم من ولادكم. سوشيال ميديا خطر بجد، خطر خطر. زي ما ليها إيجابيات على فكرة، إيجابيات كتيرة جدا، زي ما ليها سلبيات كتيرة جدا. أتمنى أن احنا كأمهات، وأنا كنت يمكن لسه امبارح بتكلم مع عبير في أن احنا عايزين نعمل حلقة خاصة أو فقرة خاصة عن السوشيال ميديا بمخاطرها، مخاطرها الطبية ومخاطرها كمان النفسية على الأولاد. فأرجوكم خلي بالكم من ولادكم، أن مش 24 ساعة قاعدين على الموبايلات، مش 24 ساعة قاعدين على البلاي ستيشن والحاجات دي. فيعني ربنا يرحمكم. وأرجوكم يا أمهات ما تقولوش احنا مش فاهمين في البتاع ده، افهموا، حاولوا، هاتوا حد يعلمكم، اتصرفوا. يعني خلي كده احشري مناخيرك مع ابنك، هو بيعمل ايه او بنتك هي بتعمل ايه وعايز ايه وبيعمله ليه، علشان بس تقدري ان انت تحميه من اي مشكله.